مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. مباراة ضخمة من الدولي الجزائري ياسين بنزيا. وبالعودة إلى التشكيلة التي ستخوض البطولة في مارس آذار المقبل، سجل لاعب المنتخب الجزائري هدفين في مرمى جنوب أفريقيا الإبراهيمي، الذي يتمتع أيضا بحالة جيدة، يسجل أيضا أحد الأهداف الثلاثة ويقدم تمريرة حاسمة. وبعد بداية متوازنة إلى حد ما للمباراة، قام العائدان من المنتخب الجزائري بعمل رائع ليسجلا الهدف الأول للثعالب في مرمى جنوب أفريقيا. وخلال هجمة مرتدة جزائرية بقيادة ياسين الإبراهيمي، قدم مهاجم الغرافة تمريرة حاسمة رائعة لياسين بنزيا، الذي لم يتراجع رغم الحضور القوي في الدفاع وتمكن من افتتاح التسجيل للخضر. لكن الفريق الجزائري للأسف لم يحافظ على تقدمه لفترة طويلة في الشوط الأول، حيث استقبل هدفين من جنوب أفريقيا سجلهما تيم بازواني في الدقيقتين 34 و545، وفي بداية الشوط الثاني تنقلب الأدوار على الرجلين، وهذه المرة ياسين بنزيا هو الذي يرسل التمريرة إلى ياسين الإبراهيمي، ويخدع حارس البافانا بافانا ويسجل هدف التعادل للجزائر في الدقيقة 54. وبعد الهدف الثالث لجنوب أفريقيا، ضاعف بنزيا رهانه بتسجيله مرة أخرى هدف التعادل للجزائر، الذي سدده بكرار بشكل جيد، وسجل اللاعب الجزائري بطريقة مثيرة بعد عودة بهلوانية رائعة. النتيجة النهائية للجميع. ختاماً عزيزي المشاهد، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يصله جديدنا إلى اللقاء.